على مدى سنوات عملي كمعلمة فيزياء كنت دائماً أحرص على المشاركة في مسابقات الابتكارات العلمية، ولكن في أحد الأيام فكرت لماذا لا أميز نفسي كمعلمة في المجال التربوي. فحاولت التفكير في الجوائز المطروحة، جذبتني جائزة خليفة لأنها تميزت بأنها جائزة تطرح المعايير الرئيسية فقط وتترك المجال للإبداع والإبحار للمشاركين لكي يفكروا في الطريقة التي من خلالها يستطيعون تمييز نفسهم وعرض أفكارهم وأفضل ممارساتهم حتى فعلاً يتميزوا ويفوزوا بالجائزة. كوني الفائزة في جائزة خليفة في دورتها الثامنة عام 2014 طبعاً وأسوةً بمقولة الشيخ محمد بن راشد عندما نصل إلى قمم النجاح اطلع إلى القمة التي تليها، سعيت جاهدة لأن أبحث عن مجال أيضاً يميزني، وكانت المحطة التالية هي جائزة حصولي على المركز الأول في جائزة المعلم الإماراتي المبتكر، وتم تكريمي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في قمة الحكومات، وعلى أثر هذا الفوز تم ترقيتي إلى مساعد مدير نطاق للشؤون الأكاديمية في قطاع العمليات المدرسية الأول. خلال هذه الفترة وإلى الآن كان هناك دعم مستمر من جائزة خليفة ومتابعة حثيثة عبر التواصل، عبر الرسائل وعبر الاتصالات لما هو التميز الذي حصل بعد هذه الجائزة. أضف إلى ذلك أن تم ترشيحي من قبل جائزة خليفة لحضور ندوة، وكانت حلم لي. الندوة كانت عبارة عن حقوق الملكية الفكرية للشباب، وكان لدي جانب آخر وهو جانب الابتكارات العلمية الذي عمل جاهداً على ربط البيئة المحيطة بالمادة الفيزياء والخروج بمشاريع عديدة شاركت فيها على مستوى دولة الإمارات والمستوى المحلي وأيضاً على مستوى الوطن العربي. بعد أن تم ترقيتي إلى مساعد مدير نطاق تنقلت بين 3 نطاقات مختلفة وأشرفت على 45 إلى 47 مدرسة مختلفة بين إمارتي رأس الخيمة وأيضاً إمارة الفجيرة. بعدما فزت بجائزة خليفة التربوية أصبحت كنواة تدريبية للجائزة على مدى دورتين، وكنت أشجع الجميع عبر تقديم الدورات لدعم المعلم وتوضيح مدى جمال هذه الجائزة لأنها فعلاً تتيح مساحة كبيرة للتميز والإبداع. وأيضاً تواصلت مع العديد من زملائي الذين بالفعل فازوا في الدورات التالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المقابلات الشخصية حتى أدعمهم وأحفزهم للمشاركة في الجائزة، والحمد لله يعني تقريباً فازوا 4 من صديقاتي في الدورات اللاحقة. التقديم لجائزة خليفة التربوي ليس بالأمر الصعب، في البداية توجد معايير رئيسية واضحة، وكلما كان المعلم منظم في توثيق أعماله اليومية بطريقة متسلسلة وواضحة بإمكانه بكل سهولة إسقاط المعايير الرئيسية على عمله، والعملية جدا سهلة لأنها تترك المجال لكل معلم أن يبدع في طريقة صياغة المعايير الداخلية. أولت القيادة الرشيدة اهتمام كبير بالتعليم للتحول إلى الثورة المعرفية، ولذلك خصصت العديد من الجوائز وعلى رأسها جائزة خليفة التربوية لكي تدعم المعلمين وتحفز المبتكرين منهم ليكونوا منارات يرشدون الطلبة إلى جيل الابتكار وجيل المعرفة.